يقول السائل: هل يجوز الحلف بكلام الله مع الإشارة إلى المصحف، أو يقول: وهذا كتاب؟ نعم، يجوز الحلف بكلام الله، لأن كلام الله صفة من صفاته، فإذا حلفت بكلام الله أو بعزة الله أو بحياة الله، إذا حلفت بصفة من صفات الله فقد حلفت بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا جازت الاستعاذة بكلام الله جاز الحلف بكلام الله، لأنه صفة من صفاته، وإذا حلفت به فقد حلفت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. فيجوز أن تقول: وكلام الله، أو القرآن، أو السورة الفلانية، أو الآية الفلانية، أو تقول: وعزة الله، أو وحياة الله، ووجه الله. يجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. نعم.